مارك لي، محلل أسواق مالية في إكويتي جروب، ينضم إلينا. أهلا بك مارك معنا. دعني أبدأ معك من التقلبات التي شاهدناها في أسواق الأسهم خلال الجلسات الماضية. كيف يعني تنظر إلى ما شاهدناه من تقلبات وانعكاسه على أسواق العملات؟ كنا أمام أسبوع متقلب جدا بالنسبة للأسواق الأمريكية. كانت هناك عمليات في يوم الاثنين، لكن المشترين دخلوا ورأينا أرقاما قياسية في المؤشرات. عموما البارحة الوضع كان مختلفا تماما، فبعد التراجع في الأسواق الأوروبية رأينا ضغطا على أسواق الكاش الأمريكية، وهذا الأمر يشير إلى أن هناك حالة من الذعر بسبب التسييل، وهذا يقودني إلى الموضوع التالي. هناك معركة قائمة بين المتداولين الأفراد وول ستريت. هناك مجموعة من المتداولين الذين يجتمعون على شبكات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وريدت للضغط على أسعار الأسهم لترتفع، وخاصة من لديهم اهتمام في عمليات البيع على المكشوف. هذا الأمر سيؤدي إلى الارتفاع الأكبر. هذه الحالة تسببت بفوضى وول ستريت، وهناك خسارات بمليارات الدولارات. إذن هناك ديناميكية ملفتة في السوق، لكن بالنسبة للتأثير الأوسع، وهذا الأمر اتضح البارحة، كان هناك اضطرار لبيع المراكز الشرائية لتمويل الانكشاف على البيع على المكشوف. لنضع الأمور في سياقها، الداو والناسداك والأس أم بي كلها تداولت هبوطا وتراجعت بأكثر من 2%. طبعا أسهم مثل AMC وجيم ستوب سجلت أرقاما قياسية، لكن هناك تأثير كرة الثلج. فمع استمرار هذه الحركة لابد من توخي الحذر في التداولات. طيب مارك، ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة لأسواق العملات، وخصوصا عندما تابعنا يوم أمس الفيدرالي الأمريكي؟ يبدو بأن جيروم باول لن يغير من سياسته قريبا. نعم، كما هو متوقع الفائدة لم تتغير، هي عند 0.25%. هناك مجال لخفض الفائدة، ومعدل الفائدة السالبة استبعد من الفيدرالي مجددا. هناك مجال فوق الصفر، وهذا الأمر مريح للمشاركين في السوق. هناك ذخيرة ما تزال متوفرة، لكن بالنسبة لعمليات الضغط على أسهم البيع على المكشوف، هذا الأمر يتسبب بحالة من عدم اليقين، والأسواق لا تحب عدم اليقين. إذن في نهاية المطاف سيكون هناك تدفق نحو الدولار كملاذ آمن. نعم، اجتماع البارحة كان ضعيفا، لم تكن هناك تغيرات كبيرة، وكانت هناك نبرة متساهلة من السيد باول، وليست هناك أي إشارات لتقليص المشتريات، وهذا موضوع مهم بالنسبة لمعنويات السوق. كانت الرسالة واضحة، الإنفاق ضعيف، المسار غير واضح، والسياسة النقدية ستظل تؤدي دورا هاما. كان هناك تأكيد على موقف السياسة، هذا على أنه سيمدد لفترة طويلة من الزمن، لكن هنا أقول إن هذا الأمر سيؤدي إلى بعض الخطر، وخاصة أننا أمام بيئة تشهد ارتفاعا في التضخم المحتمل. هناك ادخارات عالية، وهناك دعم مالي ونقدي قياسي سيستمر. هذه فرصة للذهب. الذهب ينظر إليه على أنه تحوط ضد التضخم أو ضد الخوف، وبالتالي مع ارتفاع التضخم وضعف الدولار، هذا الأمر سيعزز قوة الذهب. ومارك لي، محلل أسواق مالية في إكويتي جروب، شكرا جزيلا.